آخر خبر بقى من مدينة السلام ومن الجمباز أيضا. مدينة شرم الشيخ هتستضيف بطولة أفريقيا رقم 15 للجمباز الإيقاعي والأيروبيك، واللي هتتلعب في الفترة من 10 وحتى 17 مارس اللي جاي. البطولة هيشارك فيها 12 دولة، خلينا نقولهم كده مع بعض: تونس والجزائر والمغرب وجنوب أفريقيا والرأس الأخضر والسنغال والكونغو وأنجولا وناميبيا وزيمبابوي وبنين، وطبعا البلد المضيف مصر. البطولة هتقام على مرحلتين، المرحلة الأولى خاصة بالجمباز الإيقاعي وهتكون من 10 وحتى 14 مارس، ودي مؤهلة للأولمبياد اللي جاية بإذن الله. الفريق الجماعي هيفوز بيها هيضمن المشاركة في الأولمبياد اللي جاي. البطولة الثانية هتكون بطولة الجمباز الأيروبيك، وهتتلعب في الفترة من 13 وحتى 17 مارس أيضا. بالتوفيق للاعبتنا، ودايما مصر بتستضيف وبتحتضن البطولات الكبيرة، وطبعا نحتضن بقى أشقائنا وإخواتنا سواء العرب أو الأفارقة.